السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة التي سوف أتحدث فيها عن موضوع يتعلق بإحدى فرص العمل هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، وربما هناك البعض من يعلم هذه الفرصة وربما هناك بعض آخر لا يعرف. لذلك وضعت هذا الفيديو من أجل إعطاء المزيد من المعلومات حول هذه الفرصة العمل التي يمكن من خلالها البعض التقديم عليها، وهي من الأمور السهلة القيام بها وتدخل في مجال يعني أوبر. كلنا نعلم ما هو أوبر، وهي الناس الذين يسوقون سيارتهم كأنهم يعني يسوقون تاكسي، لكن هم أحرار، يعني يشتغلون متى يشاءون ويتوقفون متى يشاءون. فأوبر أدخلت طريقة أخرى للعمل، وهي ما يسمى بأوبر إيتس. أوبر إيتس هي أن الإنسان أو الذي يشتغل مع أوبر كل ما عليه القيام به هو الذهاب إلى المطاعم وأخذ يعني الأكل وتوصيله إلى العنوان المطلوب فقط. هذا كل ما يشتغل فيه الإنسان، عوض عن يشتغل في أوبر ويقوم بتوصيل الزبناء إلى أماكن ما. فويذ أوبر إيتس، مع أوبر إيتس كل ما عليك القيام به عندما تشتغل مع أوبر إيتس أنك تذهب إلى محلات معينة، تقوم بأخذ يعني الأكل وتوصيله كأنك ديليفري، وتقوم بتوصيله إلى العنوان الذي يظهر لك على شاشة هاتفك. بالنسبة للالتحاق بخدمة أوبر إيتس فهي سهلة وسهلة جدا كما تلاحظون. سوف أضع لكم رابط هذا الموقع في أسفل هذا الفيديو حتى تتمكنوا وتكون لكم يعني فكرة واضحة على هذه المهنة. فكما تلاحظون أوبر إيتس درايفرز بيك أب أند ديليفر فود تو كاستمر، يعني يأخذ الأكل ويوصله فقط للزبون. درايفرز دونت هاندل بيمنت، يعني أنت لا تدفع مصاريف الأكل ولا أي شيء، كل ما تقوم به هو أخذ الأكل وتوصيله. يجب أن يكون مثلا سنك على الأقل 19، أن تكون عندك سيارة على الأقل 1998 فما فوق. يمكنك يعني أن تسوق دراجة نارية أو دراجة هوائية، يعني البايك أو سكوري. كما قلت هنا يعني الدخل الساعة تقريبا بعد اقتطاع يعني مصاريف البنزين وهذه الأشياء. كما تلاحظون هنا you must be 19 years old، يجب أن يكون عندك driver license، إذا كنت تسوق سيارة driver license، insurance، proof of vehicle registration يعني تسجيل السيارة، تكون عندك تجربة سنة من السياقة، تكون قادر على حمل 30 باوند يعني 15 كيلوغرام تقريبا. فهذه المعلومات كلها يعني تجدونها في أسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف. في هذه المواقع توضح لكم وتعطيكم فكرة عن ما هي خدمة أوبر إيتس. هذه خدمة ظهرت تقريبا هذه سنة أو سنة ونصف إلى سنتين هنا بالولايات المتحدة الأمريكية. وقبل بحثي على هذا الموضوع وجدت بأن هناك بعض الدول العربية كالإمارات تتواجد بها خدمة أوبر إيتس. فهذه من الأشياء التي أنصح بها، وهي سهلة كما قلت بالنسبة للناس الذين لا يتقن مثلا اللغة الإنجليزية بشكل جيد، وربما هذه من الفرص التي يمكنهم القيام بها. كما قلت تنضم إلى أوبر إيتس، يكون عندك تليفون بالطبع في السيارة، يظهر لك المحل الذي سوف تذهب إليه، تأخذ الأكل وتوصله إلى الزبون. الزبون آنذاك سوف بعض المرات يدفع لك تيبس عن طريق يعني كاش، أو أن التيبس توصل به على يعني تطبيق أوبر إيتس المتواجد على هاتفك. فمرة أخرى هذا كل ما يتعلق بهذا الموضوع، أتمنى أن هذه الفكرة تكون قد راقتكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.